ان المتتبع لهذا الملف غيتبين له ان السيد دار افعال والمحكمه غتقول في حقه يعني تطبق حقه القانون، ولكن السيد اللي صور الفيديوهات انا قلت لكم بالرجوع الى الفيديوهات سواء الذي له ديالو هو ولا ديال الاب ديال الدري ولا ديال الدري الصغير اللي كيقول انا ما جيت حتى لقيت البهايم ماتت، دلالة على ان هذاك الشيء اللي قال بغيت نعتق الوالد وندير ونفعل فيديوهات اخرين اللي جعلوا يتدخل باش يعطي راسه واحد المشروعيه ديال التواجد ديالو في ديك الساعه، كله كذب في هراء في كذا. فلذلك هاد السيد كان عليه ينتقل لعند الضابطه القضائيه ويدي هذاك الشيء، ماشي يمشي يفربركو ويوضبو ويبونطيه ويصيفطو والغد الاخر صاحب اللي يتكلم عليه. الموكل ديالي كان ضحيه التمييز والكراهيه. ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.